وزي ما تابعنا مع حضراتكم الأسبوع الماضي تجهيزات انطلاق مبادرة كتف في كتف من 16 محافظة من محافظات الجمهورية، بننقل لحضراتكم نبض تلك المبادرة الهامة من كل المحافظات في هذا التقرير. نشاهد. كتف كتفك وما فيش ولا فرصة نفوتها، والخير بينا وهيفضل جوانا انا وانت مع بعض. استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، اطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي فعاليات مبادرة كتف في كتف، اكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر، لتنطلق الفعالية بالتوازي في 16 محافظة. مبادرة كتف في كتف مع التحالف الوطني بنعبي 2000 كرتونة بتحمل حوالي 26 طن مواد غذائية. إن شاء الله هيتم توزيع الطرود دي والحاجات دي للمستحقين عن طريق جمعيات أهلية مشتركة مع بنك الطعام المصري. بنختار الحالات اللي هي الأكثر احتياجا في المجتمع وبنبحث حالتها وبنديها المساعدات بتاعتنا. مشاركين في مبادرة كتف بكتف اللي هدفها تجميع 4 مليون كرتونة. الفعاليات شملت تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 160 ألف وجبة و 30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوعي التحالف. معنا 9275 كرتونة هنوزعهم على الجامعات القاعدية التابعة لبنك الطعام إن شاء الله. يعني مش مجرد إن احنا نوزع عليهم بس، لا، الأسر نفسها بأطفالها بكل الناس اللي هتستفيد هيشاركونا في التعبئة. بنعبي مواد غذائية 7000 كرتونة مواد غذائية إن شاء الله، وهنوزعهم على مستوى أنحاء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية، قرية قرية ونجأ نجأ. عاملين كمان فعاليات كتيرة جدا من خلال المتطوعين صناع الحياة والمؤسسات الأخرى الشريكة في التحالف. وكان للأطفال نصيب من المبادرة، وذلك بتوزيع فوانيس رمضان والألعاب لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم تزامنا مع اقتراب الشهر المبارك. عندنا تعبئة 10000 كرتونة مواد غذائية، ده بيقوم عليها زي ما حضرتك شايف جيل من المطوعين وجيش كبير جدا من المطوعين. احنا بننشر الأمل والإيجابية وبنحاول النهاردة ان احنا نساعد الأسر الأكثر احتياجا. نشر الأمل بين المجتمع المصري وان احنا فعلا كمجتمع مصري كلنا كتف في كتف. تمام بشرح الأولى بالرعاية والوصول للأسر الأكثر استحقاقا. تأتي مبادرة كتف في كتف تماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.